فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخسوف والكسوف آيتين يخوف آيتان أن الخسوف والكسوف آيتان يخوف الله بهما عباده. نعم. يقول: ما المقصود بالتخويف هنا؟ وهل الخسوف والكسوف لا تكون قيام الساعة؟ عند قيام الساعة يكسف، تكسف الشمس ويكسف القمر، وأحد يدري متى قيام الساعة؟ ما أحد يدري. الرسول خشي أن يكون الساعة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يدري عن قيام الساعة متى. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل الخسوف والكسوف سببه الذنوب؟ سببه الذنوب. سببه إيش؟ الذنوب. الذنوب ما في شك أننا مذنبين وعندنا تقصير. صلاة الكسوف عبادة عظيمة، نعم، نفعلها ولا أحد يسلم من الذنوب. نعم.